بهذه العمارة بحي الأتراك بمدينة تيارت، لفظت الطفلة فاطمة أنفاسها الأخيرة بعد سقوط مميت بهذا المكان، والذي رسم تخوف سكان العمارة بالنظر إلى هشاشة سياج السلالم والذي جعله في متناول الأطفال للعب. هذا السلم خطر على الأولاد، الأولاد هذا ماشي حاجة، ماشي تشوف فيه ماشي حاجة سوليد، والأولاد راهم يتعمقوا منا في هذا الوسمة، وراه سقطت لنا طفلة هنايا تحت ماتت بأسباب هذا، وحنا رانا نحوشوا يشوفوا لنا حل للسلم هذا. وعندنا الصبية تحت لنا من هذا المكان، نتمنى من السلطات تجي يشوفوا لنا الحل في هذا الأمر هذا، إن شاء الله بربي تكون هذه البنت تاعنا هذه الأولى وهي تلازا السقوط تاعها، ما زدناش عادش تكررنا الحادث هذا كل عدة مرات. أطفال هذه العمارة وبعد هذه الحادثة الأليمة أصبحوا يعيشون نفسية صعبة ويتحاشون هذه السلالم وحتى بعض النوافذ بنفس المكان. وإحنا رانا نحوشوا باللي يبنونا هذا السياج، لخاطش ما نش باغيين يتكرر هذا الحادث اللي وقع. المشكل هذا تاع الزجاج هذا راه يتكسر منا، وبداو الدراري يطلوا منا يحاولوا باش يشوفوا واش تاوي اسمه ويدبروا بعضهم ويطيحوا من الطيقه. غري ديفونس ما كاش. التصميم بمساحة واسعة للسلالم وقصر طول السياج كان ولا زال يجذب الأطفال لممارسة ألعاب قد تودي بحياتهم إذا لم تجسد شروط الحماية داخل مثل هذه العمارات.